صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قلت اشارككم يوم بتاعي والروتين بتاعي. الاول حاجة هنفطر، وهنبدأ يومنا بذكر الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا حبيت اشارككم يومي. انا نزلت السوق النهاردة، يوم اجازتي من شغلي، نزلت جبت خضار وجبت فراخ وجبت حاجات، وقلت اشارككم يومي وانا برتب الحاجة في الثلاجة. هبتدي طبعا اغسل كل حاجة، الطماطم والجزر والشطه، واغسل الفراخ بتاعتي، واغسل الحاجات اللي انا جايباها، واعمل فطار للاولاد. كل ده وانا شغاله، واعمل الشاي. طبعا كل يوم بيبقى ليه روتين مختلف وليه شكل مختلف. يعني النهارده اجازه غير اليوم اللي بيبقى عندي فيه شغل. كده خلاص انا ابتدي بقى، خلاص كده اصفي الحاجة بتاعتي عشان احطها في الثلاجة، وابتدي بقى اشوف اغسل الفراخ بتاعتي اللي هعملها في الغدا. وبعدين هبتدي بقى ارص البطاطس بتاعتي، وارص الليمون اللي انا جايباه، ورص الرز والشعرية والعدس اللي انا جايباهم. انا بحب اجيب كده حاجات تانيها طول الاسبوع عندي عشان ما احتاجش، يعني لما اجي من الشغل تبقى كل حاجة موجودة. طلعت سلكة نظيفة وابتديت اغسل بقى الكوبايات اول حاجة طبعا، واغسل بقى المواعين بتاعتي. اخلص اول حاجة المواعين بتاعتي اللي في الحوض عشان طبعا ابتدي انضف الحاجة بتاعتي زي ما براحتي، مش في حاجة مضايقاني. كده خلاص هشطف بقى المواعين بتاعتي. ورصت كل حاجة مطرحها كده عشان ميبقاش عندي اي كركبة. هو طول ما المطبخ بتاعي نظيف تبقى شقتي كلها، يبقى اهم حاجة طبعا المطبخ اعرف اشتغل فيه. كده طبعا خلاص انا بشطف في الحوض بتاعي والمواعين بتاعتي. هبتدي اغسل بقى الحوض بتاعي كويس برضو. واجيب بقى الفراخ بتاعتي اللي انا جايباها، هنقع في ميه بملح بليمون، واسيبها منقعه شويه كده على ما امسح البوتاجاز بتاعي عشان يبقى كل حاجه في المطبخ ايه كده تمام. كده انا خلاص نضفت الفراخ بعد ما نقعتهم شويه. كده خلاص انا خلصتهم كلهم. ابتدي بقى كده خلاص خلصت، يا دوبك باقي الغدا. ابتدي بقى اشوف دلوقتي بقى هبتدي اروق معاكم اوضه الاطفال. طبعا الاوضه مبهدله بسبب عيالي، هبتدي اروقها معاكم، هتشوفوها دلوقتي بعد ما تتروق. انا بفرش السرير. بصوا البهدلة،
والأوضة بتاعتنا ايه بعد خلاص ما خلصت كده، ابتدي بقى اشغل المكنسة عشان نطلع من الأوضة دي خالص ما رجع لهاش تاني. كمان هروق اوضه النوم عشان برضو اخلصها واطلع منها، وادخل بقى اشوف هعمل ايه في المطبخ بتاعي، اعمل ايه في اكلي. الاوضه دي سهله ما فيهاش كركبه وما فيهاش حاجه عشان العيال ما بيخشوهاش، فهي متروقه اصلا يعني حاجات بسيطه كده. اشغل برضو المكنسه كده، خلصتها هطلع بقى في الصالة عندي، دي الركنة بتاعتي، هبتدي اروقها والم اي حاجة فيها وابتدي اكنس. كده اكون خلصت الشقة كلها، الأوضة اهي، الأوضة اهي، الأوضة اللي على الصالة، خلاص كده بعد ما أطلع الكرسي. برضه كان عجبت أديكوا أفكار وأديكوا أي حاجة، متنسوش تعملوا لايك واشتراك، ولو مشتركتوش اشتركوا، تعالوا زي